معاصرين القدامى، وهو الحاج أبو إسلام. طبعاً تعثرت بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة أحمد أبو لبن، رحمة الله عليه. كم سنة عاصرته يا حاج؟ رحمة الله عليه على الشيخ أحمد أبو لبن من 1997، 8 سنوات. يعني عاصرته 8 سنوات، وكنت تسمع في خطبه كل جمعة؟ كنت أسمع خطبه، نعم. وبداية أول خطبة جئت فيها للمسجد سمعت خطابه وتذكرت ذلك اليوم جيدا. يعني دخلت المسجد كان بصوته الشجي، فقلت ما شاء الله ذكرني ببداية. ماذا ذكرك فعلا؟ احنا الشيخ كشك نسأل. بدايتها، نعم. اول يوم ذكرني بالشيخ كشك لاني كنت جاي من فلسطين في البداية، نعم. طبعا بعد اسابيع قليلة دعوته على عرسي وشاركنا بدرس وانبسطنا بوجوده. كان يشارك ويحضر، كان يشارك الاحتفالات وشارك في عرس إن شاء الله، حتى كان مشاهدنا كله يا عريس لفترة طويلة جدا لبعد سنة. كنا له شخصا نصنع متجوزين بتشفيه. وعلى كل حالات يعني أضيفك من الحب جانب، هو من عقد يعني بمعناها يعني قرأ فاتحتي أنا قبلك. هنيئا لك. قبلك في الدنمارك. هنيئا لك. في الدنمارك. يعني كان يعني في دعوه على حياة عمي، وكان يتشرف بلقائه وحضر إلى بيت منزل عمي وقرأ الفاتحة مع الحضور ما شاء الله بزوجتي أم الأمين. يعني هذا من حب جانب أضيفكم إليها، هذا الكلام بتقريبا 87. هنيئا لك أبو الأمين، وهذا شرف لك، وإن شاء الله إنه يكون زواجك موفق. والحمد لله يعني كنا نسمع لخطبه وتأثرنا بها كثيرا ودمعنا معه عندما في موقف فعلا جلي في احداث سبتمبر، عندما قال جفت دموعنا فلسطينيين لم يبقى لدينا دموع لنبكي على الاخرين. فكانت كلماته سجلت في رحيل الشيخ احمد ابو لبن. نعم. هل ترك في يعني في هذا المكان وبين الجاليات العربية والإسلامية في الدنمارك كلها بأكملها، يعني حتى الجيل القادم الذي لم يعرف أبو لبن من هو، ها، هل ترك فراغ كبير بالنسبة للجاليات؟ وهل يأتي إنسان آخر يعوض مكان شيخ أحمد أبو لبن في هذا المكان، يقف هنا على المنبر ويتكلم اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة بدفاعا عن المسلمين في كل عصر وفي كل حدث؟ اولا اقول رحمه الله على الشيخ ابو لبن وعلى مواقفه الكبيره. ثانيا اقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في امتي ليوم القيامه. ما نعم. شاء الله القائمين على هذا المسجد يسيرون في هذا. هل ياتي انسان اخر يعوض مكانه في نفس كما انت عصرته، يعني في نفس صوته الجلي في نفس مقوماته؟ لا ادري الان، مستحيل. لا يوجد، ولكن مستحيل. ولكن في آخرين يقومون بمقامي، يقومون تقليديا مثلا أو يكونون العمل مستمر. نعم وقافلة نعم تسير نعم. الحمد لله. لكن هو كان ماشي بطريق أنه لا يعرف الخوف، لا يعرف نعم. إلا أهم المسلمين ويقود المسلمين للعمل الخير والإصلاح. ما شاء الله. حتى يعني بذبح الحلال، بالذبح الحلال مثلا كان أيضا يساهم في أنه يعني يجلب للجالية الإسلامية ذبح الحلال كالدواجن اللي هي الروابي وانواع اخرى يعني من الذبح. يعني الشيخ شخصيته ابو لبن الكارزمي نعم. كان عندما ينطق الفتوى او الامر كان الناس تاخذها وتعمل بها، يستمعون له. نعم. بسبب مصداقيته وثقتهم به رحمه الله عليه. الان اصبحت عده مؤسسات، كثرت المؤسسات والمساجد كثيره والائمه كثيره كثيرون وكل انسان يمشي على الهواء. تحدث عن هل يكون هناك شخصيه لا ياتي لا ياتي شخصيه. تحتاج الى المؤسسه تكون متشابكه، كان وحده مؤسسه ما شاء الله، لانه كانت كلمته مسموعه كشخصي. نعم. الكاريزما اللي عنده نعم يثقون به كأنه الأب والأخ وكل شيء يهم أبناء الجالية. ونسأل الله في المسجد هذا المصلين أن يكون ثوابهم في ميزان حسنات إن شاء الله. بارك الله فيك، وإن شاء الله الله يجزيك الخير عن هاي المقابلة وعن هذا اللقاء اللي نجحت فيه أنك تذكرنا بأبونا وأخونا الشيخ أحمد أبو لبن. ونتمنى لأولاده وزوجته جميعا التوفيق يا رب. شكرا لك. أشكرك جزيل الشكر أخي أبو إسلام، بارك الله فيك، وهذا واجبنا. نعم.
وأيضا قبل ما أنتهي من هذا اللقاء أيها المشاهدون الكرام، التقينا مع أيضا دربه وصديقه وحبيبه الشيخ أبو. السلام عليكم. وبركاته. شيخ ناصر. الشيخ طبعا الداعية أبو ناصر الذي تخدم أيضا أنت أبناء المسلمين. بمناسبة ذكرى رحيل الشيخ حياة أحمد أبو لبن رحمه الله منذ 12 عاما، على ما أعتقد ماذا يذكرك بعد رحيله؟ هل أنت شاركت في دفنه؟ شاركت بدفنه، شاركت بتحميمه، الله يرحمه ويرحم جميع محمد يا رب. ترك فراغ كثير علينا. ترك فراغ كثير. أيوة. ممكن نبين للناس الذين لم يعني يحصل لهم الشرف بالتعرف عليه. طب ما أنت شايف الأوضاع هاي من 12 سنة لهلا كيف صارت؟ نعم، لن نجد من يعوض مكانه. ما في تعويض عنه. اللي راح ما بيرجع. ماذا ذكرك؟ هل يعني افتقدنا؟ لقد افتقد كل المسلمين. كل المسلمين افتقدوا. نعم. أيوة. كبير وصغير. أيوة. والجيل اللي صاعد الآن لا يعرف أحمد أبو لبن. يجب أن نعرفه من هو أبو لبن. من هو أبو لبن؟ أبو لبن أسطورة. نعم. سبحانه وتعالى بعثوا للناس حتى يهدي الناس هم بالدنمارك. كان همه الوحيد. أيوة. همه الوحيد هو بس إصلاح الناس. إصلاح الناس. أيوة. وأيضا الأسر. ترابط الأسر مع بعضها. الأسر. كان يطلع ما يخلي محل مين ما يبعث له، ما يخلي يونان، ما يخلي أودينسي، ما يخلي قلمبرغ، ما يخلي أي منطقة حدا يبعث له حدا في مصر اللي يطلع حتى يحل القضايا. وحتى يعني كان ضد أعمال التفرقة. أيوة. والطلاق وكان همه يعني كان يتضايق جدا. أيوة. من عملية أنه تعال مثلا طلقني من فلان أو من زوجي أو كذا. ما كان يطلق. عنده كان يعني نوع من الكراهية لهذا الشيء. كان يحب أن يجمع الأسر. لكن كان يجمعهم مثل ما كان يجمعنا هون، كان يجمع الناس كلها. وهو اللي ساهم في أيضا هو في فساهم شو هو بالوقت الاسكندنافي. أيوة. احكي لي عن المكبر أيضا. هو اللي يعني كان هو اللي أسس الوقف الإسلامي. هو كان أسس المقبرة الإسلامية. لولا الله سبحانه وتعالى سمى هو جهده هو ما كان في مقبرة للمسلمين. كم كان رقم قبره في المقبرة الإسلامية الذي كان يسأل ويقول احتمال أن أدفن هنا؟ وفعلا دفن محل مكان ما أشر. كان أول واحد توفى 2006. بعدين هو خطب خطبة وقال يمكن أنا أكون الثالث، بس طلع قبره رقم 39. 39 في المقبرة الإسلامية. الآن كم عدد المدفونين في هذه المقبرة؟ تقريبا فوق 500. فوق 500. أيوة. يعني 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 أتوا من بعده حوالي 500 شخص. أيوة. توفوا بعد حياة أبو لبن منذ 12 عاما. أخيرا ماذا تقول للمسلمين والجاليات؟ الصبر يا رب العالمين، اللهم ألهمنا الصبر لفقدان هذا الرجل. فقدنا شيء عظيم. كان يفكر بالأمة ما يفكر بحاله. كان يدلهم من 10 للعشرة بالليل، كان يدلهم بالوقت بس حتى يفكر شو كيف بده يخدم المسلمين هون بالدنمارك. جنسية حياة أبو لبن ما هي؟ فلسطيني من أي بلاد؟ من يافا. من يافا، مواليد يافا يعني. أشكرك جزيل الشكر أخ أبو محمد، وأنت الذي غسلت حياة أبو أحمد ودفنته بيديك. إن شاء الله. شكرا جزيلا، إن شاء الله في ميزان حسناتك، وأعظم الله أجرنا جميعا في مناسبة ذكرى وفقدان الراحل الشيخ أحمد أبو لبن إمام هذا المسجد الوقف الإسكندراني.